حفيظ الدين سعيد مدير جهوي لصندوق الضمان الجمعي منطقة حي حسني. اليوم الحمد لله نزف بشرى لساكنة بوسكورة بافتتاح ملحقة بوسكورة الضمان الاجتماعي اللي غتمكن الحمد لله هذه السكينة باش تضع الملفات هذه التغطية الصحية أو التعويضات العائلية أو التعويضات الاجتماعية هنا بمقر هذه الملحقة دون العناء للتنقل إلى وكالات أخرى بالدار البيضاء. وكما نزف بشرى لهذه السكينة بأن هذا المشروع وهذه الملحقة ما كانت لتكون لولا تضاف الجهود ديال صندوق الضمان الاجتماعي والجماعه القرويه ديال بوسكوره. وكنشكروا بالاساس كذلك نشكروا عامل صاحب جلاله على منطقه نواصل اللي كان وراء هذا الاختيار ديال هذه المنطقه واللي مكن هذه السكينه الحمد لله باش المرافق العموميه تكون قريبه لها. والحمد لله غادي نحرصوا ان شاء الله في السنوات المقبله انها تكون وكاله مستقله بجميع المنافع. بطبيعه الحال هذا المشروع هذا يندرج تحت المشروع الملكي للرامي الى تعميم التغطيه الصحيه على جميع كذلك العمال الغير اجراء، واللي فيما تم ان شاء الله 2022 غنكونوا كملنا التغطيه الصحيه لهذ العمال الاجراء باش نباشروا ان شاء الله في 2023 2024 التعويضات العائليه، تعميم التعويضات العائليه، وباش نبداو ان شاء الله ولو اليوم ما كاين امكانيه الانخراط في التقاعد بطريقه تكميليه من ان شاء الله من 2025 غتولي هذا التقاعد اجباري على جميع العمال غير الاجراء. شنو الجديد في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؟ شنو واحد الابليكاسيون غتكون بالموعد؟ جيستيون سي رونديفو الجديد هنا هو صندوق الضمان الاجتماعي كاين بزاف الحوايج. الاولى هي بوابه تعويضاتي، ممكن دابا الناس يمشيو لهذه البوابه هذه باش يسجلوا وليداتهم اللي كتزادوا عندهم ولا الازواج ديالهم، وبالتالي بدا يستافدوا مباشره من التعويضات العائليه دون العناء باش يمشيوا للوكالات. كما ناهيك على انه بالنسبه للعمال غير الاجراء الانخراط ديالهم في صندوق الضمان الاجتماعي كيتم عن طريق بوابه سينيساس بو ايما بطريقه غراتويت بدون اي دفع اي تعويض. بالنسبه للبرامج اللي تاهي خدام عليها ان شاء الله هي لا جيستيون دي لي رونديفو سور دوموند، تاهي واحد البوابه. دابا حنا بدينا السيت بيلوت ديالنا في قنيطره ودابا كاين في الدار البيضاء، غنبداو في كازا انفا وغادي ان شاء الله في شهر جوان ان شاء الله تعميمها على جميع التراب الوطني ان شاء الله. السلام عليكم. لكن كنتمنوا هذه الخطوه اللي قاموا بها الاداره ديال لا سينيساس بانهم داروا لنا هذه لاجونس هذه قريبه بالنسبه لنا كمواطنين وكمشغلين، قربوا لنا الاداره والحمد لله. هذه مبادره حسنه اللي قاموا بها وكنشكروهم بزاف لانها غتوفر على المواطنين العناء ديال ديبلاسمون والعناء ديال الانتقال لسيدي معروف. وتا ديك اليوم كانوا كيجيو عندي وكانوا كيعانيو كيقولوا لي امتى ان شاء الله يحلوا لنا حنا اجونس هنايا ونوليو بلا ما ندون ديبلاصو حتى لسيدي معروف. والحمد لله كانت مبادره حسنه وكنتمنوها المجهودات ديال من السلطه المحليه الى العماله الى المسؤولين على الاداره ديال لا سينيساس، وهذه مبادره حسنه والحمد لله. المواطنين غيكونوا فرحانين بزاف لان كانوا شكايات وكانوا كيطالبوا باش يديروا لهم شي اجونس، والحمد لله اليوم حضرنا لهذا الافتتاح وكانت الحمد لله حتى لاجونس غادي يرضى عليها جميع المواطنين والخدمه غتكون ان شاء الله مزيانه.